شروبه. نعم. كيف الحال؟ يا صباح الخير. يتوى؟ لا دبي. دبي. انتبهتون عيال؟ ليس زحام أبا. زحام هيد زحام نص نهار زحام بعد البلاد يا صلاح يوم ما فيها زحام وين تتشاهد؟ ما فيها إلا الكلاب تعوي. بعد الغاوي البلاد فيها زحمة صراحة. صلاح صلاح صباح الخير. صباح الخير. أبي خير. كيف حالك؟ أكل خير بابا خير. انزين صلاح أنت تحرى البلاد اللي ما فيها زحام زينه. لو اللي ما فيها زحام يعني ما فيها لا شغل ولا رزق ولا فيها حركة. الحين أنا أرمسك موضوع زين. تليفون باب من غيري. شو ياك تسكر؟ شو ياك تسكر؟ ما لا هو. منو هو؟ يدي؟ يدي يدي. يدت بك عزقة. هين هو ترى ما بهين هو لسانين. لسانين. ها أنت وين؟ دبي. جيت له بعدكم. دبي كله سحاب أبا. يعني تسايري ولا رادينا الحينه؟ شو هدية بلاك تعالش لسانك بلاك. شو يخصك انا انا يارس انا ما بسافر. وين تباني اسافر؟ جبان. انا جبان انت؟ الله يشكي. انا صلاح بتغدون في وين؟ وين بتغدون؟ صلاح. صلاح. وين بتغدون؟ ابدي بابا ابدي. انت وين الحين سايرين ولا رادين؟ هي زين انتو الحين وصلتوا خدي المطار بتصير الحي خيبة يا ربي كم ماجدل انت بس خلاص لا تكلمني لا تكلمني تتصل تنبح علي وتسكر انزين ما تساير العالم كله ساير الحي انت شي خلصك زعلان خدك غير يعني منو اقول لك صلاح زحمة المطار حريم هي سيارات الحي صلاح اقول لك انتو حين الساعة كم سرتوا دبي اليوم هي ثمانية وناس انزين وحين وين وصلتوا الحين اطلع من المطار ما شاء الله تجينا ثلاثين وين بتغدوا عند بدري لو عندي انا مسوين صالونة لحمة عيل صالونة لحمة عيل سلا كلم بتيجي ما سلم وبعدين غدا بيت ماما بدري هي لا لا اليوم تغدوا عندي انا مسوي صالونة لحم صلاح عافية عافية صلاح ولو 200 عافية أنا باك تغدى عند اليوم لا 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 ليش يا حبيبي بعدين نحن مسوي صالونة لحم شو أنا بكبرها بدري بخليها تتغدى عندي بأدب كل أدب سيري ستغدى ويلبس بشاتي صلاح أنا بتصل في بدرية بقول هاتي تتغدى عندي اليوم بدري كلهم بخلي سيف وبدري كلهم يتغدون عندي يدبونك أدب يبون غداهم يتغدون عندي أنا السلام عليكم مرحبا السيافي السلام عليكم أهلين خالد كيف حالك خير حبيبي سيف أقول لك اتصلت حق صلاح أقول له تعال أنت وين قال لي أنا في دبي أقول له تعال بتغدى عندي قال والله أنا بسير أتغدى عند سيف وعند بدرية بيتخطي بدرية أحيانا تعال شو تسوي أنت تقري تليفون هي. عندك تليفون ثاني لا عندي هات تليفون زي تروم تدقلتي وتسمعني لا
اوكي ان شاء الله. دق له وسوي لي هذا اللي يسمعون صوت الاثنين اللي عدالك ما جيت. الفويس تطري ولا اتصل لك وتسمع؟ هي اتصل لي واسمع زين، اوكي على اساس ان شاء الله. اقول له، قول له نحن ابوي بنسين نتغدى انا وامي بدري، بتغدى ابوي عند خاري خالد وانت تبغانا سر تغدى لا هنا. ما بيحتشر. هي لا لا براي يقول بنشل غدا، انا بنسين نتغدى هناك، ندب كل ادب بقيت يتغدى عندي ما بطايق. والله شو انزين، انت قول لي انت يمكن زعلان عشان خلو خديه بتروح ما اعرف صار وداح المطار. شبكني بالخط سيف. اشبك ما بيعرف. هي شبكني على سب بس قصدك اشبك على بالي اتصل من تلفون ثاني. لا لا دق له الحين يستوي وانت ترمسني. هي هي اروم اشبك على طول الحينه. هي هي الحينه ما يحتاج اسكر. لا 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 يلا دق له. خالي صلاح حبيبي انت بس يا حبيبي. انا في البيت وبدي في البيت. لا حبيبي بقول لك حبيبي نحن بنصير بنتغدى عند خالي خالد. وكذا بخاف يقول لي خالي بيبي ابيو. ليش لا مت ابيو مت. لا لا حبيبي انا بزعل خالي صلاح، انا بزعل الحين. انا بدريه شو قالت لي؟ قالت لي بنروح نشوف خالد، من زمان ما شفنا خالد. قلت له اوكي انا بوديك عشان فيها انا، نحن بنشيل غدانا بنتغدى هناك حبيبي. وين احمد يا بيبي؟ احمد وين؟ احمد بعد بيروح ويانا. وين بيروح بعدين؟ لا اسمع فهم كلام ماما بدريه. كل الناس روح غدا حبيبي خالي صلاح لا تزعل. كل الناس روح غدا هناك. ايه كنا بنتغدى هناك. وليش انت زعلان حبيبي؟ عادي بيت خالي خالد حبيبي. منو نفرات؟ انا 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 ما ابن نفرات غريب غرب الله. كنت يا ابو لسانين بعد قريب ترك صلاح. انا 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 ويا سيف كلنا ضربه حينا. وبدريه موجوده كل حد موجود. يلا يلا انت رياك تعال عندي. كم بنت؟ قول والله. هي هي هذا وين وايد انا ما بشوي. شايف شايف ابو زعل سيف. اه خلاص خلاص سكر حبيبي بيودي انا خلاص بدي زعلان خلاص يا محمد. شايف حبيبي انا بيت خالي خالد. خالد محال صوتي انا، هذا صوتي انا، صوتي هاي حقيقه مش خيال. زاغهم سمع حسي تحراني انا عندهم ما ادري ليش يبترون. صلاح صلاح يو صلاح اقول لك شباب على بهابة تموت انت على الشباب. ابطيني لا يغلبك محمد عثمان. يلا انت رياكم حياكم الله. الله يحييك. ثالث ادمي يصير يوعي عبد الرحمن. ثالث ادمي كلهن الفلبينية سارة ما طعينك وحين ساير هذا سارت من الحناية وعي. Good morning شباب. صباح الخير. هذا الدهنة طالت عماركم ابتدوا بتجهيزها. هذا صبة وحينة الغراش ابتدوا يمزرونهن طالت عماركم ابتدوا يمزرونهن. لما تشوفهم ما شاء الله تبارك الله بدأوا يمزرونهم يحطونهم كراتين. هاي شد بردت. شوفوا هاي يسمونها هالعمان القشد اللي من فوق. شوفوا ايش قايل الحين. هذه علامة انضوي الدهنة، انضويها ناضية. الحين يوم تفتحون الدبة الدهن ولا الغرشة تلقطون لبابة. شوف اللبابة هذه الحين وين تتجمع. هذه قوة يعني قوة انضوي الدهنة وخلوها من الرطوبة. يعني ما فيها رطوبة ولا واحد بالمئة. فلذلك تعمر بدال السنة سنة وسنتين وثلاث ولا تعول الدهنة لما فيها رطوبة. لكن الأبوليين من تنضي الدهنة تزلوها في صميل في شيء نوع من أنواع القرب اللي هي العكة. العكة طالت عماركم هي جربة صغيرة من صغير صغار الماعز يعني ما أعرف يسموه صخل صخل صغير رضيع.
هاي يسمونها عكة، يحقنون فيها الدهنة ويحافظون عليها لو بتيلس 100 سنة، إذا إنها ناضي. وهذه دهنتنا نحن ناضي، يسافرون بها العرب من عشرات السنين لين اليوم لين باكر الحمد لله رب العالمين. نزل شايف دباب وشايف غراش على ما تشوفون. يتم البيع عن طريق فقط منفذ واحد اللي هو قرب الله تخف منها هاي مزارة تلي عينها بين قصر معاشك. بنحط طالت عماركم شيء في دباب وشيء في غراش. هذه الدبة وزنها نص من، وهذه الغرفة ألم ما تشوف. وحد يقرطس وحد يصب وحد وس. والدهنة لازم تكون ناضية بارد برد، ما تنزل الدهنة وهي دافية، لازم تكون باردة. ما يتريونها لين ما يستعينون عليها، لا يزلونها وهي باردة، لازم تبرد على ما تشوف. يتقرطاس وي البزار والدهن، البزار على ما تحيدوا. خبرناكم نحن قبل، قلنا لكم والتسويق أنا خبركم قبل يكون عن طريقنا نحن روحنا، ما في عندنا لا وكيل ولا سوبر ماركت ولا محل ولا في أي مكان. نحن التسويق هذا براند مالي أنا روحي، مالي مال بيتي مال بيتي. تسويق زبد بقر صريح على بطنه وظهره، هذه لما تشوفون نجيبه من المزارع. أول عندنا أكثر عن 80-70 بقرة، وكلنا يعرف العزب وكلنا يعرف المكان وكلنا يعرف الطريق. وعقب أبوي عيزنا البقر، عزمنا أبوي ناخذ الزب من المزارع. أول عندنا بقر جيرسي، وعندنا هولندي، وعندنا العربي، وعندنا الفرنسي، وعندنا جميع الأنواع. والحين أبوي ودرنا البزير، ما في من أبوي على البزير، البزير أبوي ضرس يا طمن أما تشوف عيونها يباهن عبار، وأنا ما في عيز كبر. فلذلك استغنينا أبوي عنهن، وعند الناس اللي عندها مكان. هذا ما عندي، ما عندي أنا مكان. على ما تشوفون ينصب ويتقرطس ويتعدل ويزين، ينحط في استورات مكيفة، فيجيكم مقرطس وزاهب وجاهز. أما البزار طالت عماركم فناخذه بزار صريح ني، ننسفه ونغسله ونهبه ونرد نحمسه ونخلطه. شيء يحمس وشيء ما يحمس، مثلا اللي يحمس السنوت اليليلان، في شيء يحمس وشيء ما يحمس. أما الفلفل الأسود والفلفل الحمر هذا ما يحمس أبدا، واليشن وش ما أخلي شيء. كل بزارنا البزار العربي المتعارف عليه نوع واحد، إن كان هو نوع واحد من البزار، هو حق السمك وحق اللحم وحق البرياني حق كل النمور. ما شيء نحن عندنا بزار هذا حق مقلة وهذا حق مشواي وهذا حق ما أدري شو وهذا حق ما أدري شو. أنا هذا ما أعرف. احنا بزارنا بزار عربي نمونه وحده من 50 سنة نحن وهاليتنا، ويجينا يخدم وله طريقه. خلطه الدويات اللي حق الدهنه روحها تختلف من بيت الى بيت، من حاره الى حاره، من مدينه الى جبل الى ساحل الى بر، كل حد له خلطه خاصه فيه. وكذلك البزار وكل عاده الطريق، حد يبيد حد يجسم حد يصدق حد. نحن الاول نجسم عقب يودرنا الجسام. الحين بنحط عنتر على الجسام، لو حبي واحد كان ارضيته اكم بيس الجسم دهر كامل من يوم انا ياهل هيله بيس الجسيم، هيله بيس الجسيم. وعقب ابوي قلت ان شاء الله حادني، ان شاء الله حادني تغير ما صار دايم جديد. والله ملك الحمد ما حد شكى من ترتيبنا، ونحن ماشيين على هالموضوع اكثر من 40-45-43 سنة تقريبا. يعني هي احنا ندير ثلاث بيت ندير في محمد بن زايد كملها 15، والاول بيت البطين تقريبا ما يقارب 35 سنة. انا ابو خطف السنين وانا قابض الا 35 ترى ابوي اكثر. بيت محمد بن زايد روحه 15 سنة، بيت مدينة محمد بن زايد 15 سنة، وبيت البطين ما يقارب 37-40 سنة. حروح عمل نص قرن، نص قرن من العطاء والخدمة والضيان. يلا برايكم، هذا الرابط عندكم اللي يبي يطلب الواتساب. Thank you, thank you, thank you. يلا. سمعتوا بي يوم يقولك فلان لقمة هذه يطلبونها كبراها. تترك جوجة يا غير كجوجة يا حبك ويا حلبسة. لا تنظلني. اي والله ما بنظلك.
ها باكر حتى لو تتعب ولا شياته يسوي نعاس شو اسمه اسعاف من عند الحريق، ابدا بيتطاول كله بصبعك بتغرق، ما هي بالك بتيوب عود بتطيح من الطياره مره بتتم مغفي فوق ريش بتغرق الا بتحترق حتى يوم بتموت ما بيتعب ما يتكلفون والله ما يبولك اربع خمس نفار يشلونك عنا عش نفر واحد شي كان شال ابوي صحن هريس ها 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 حيزروك صلوا عليك ودوك دكوك شي ولين بس يسدنك، لكن هل هو بيكون انت قبر منك حالك حال لوادم حالي حال وش؟ لا القبر هي حال وش؟ بعود ما ظني شو اسمك عبد الرحمن القبر ظني مال قسم الاطفال هي مقدر فيني اي والله لا مش مقدر عبد الرحمن، بس بغيت اعرف كحب استطلاع هل انت مكان الدفن بيكون نفس الكبار ولا انت يا في بالك السؤال ولا لا؟ لا اي والله الحين تو يعني انت افكارك مباربه اي والله بالضبط 7 ايام من يتنا الرطبان هاي يميع الرطب يت صياني هنتين وحده سارت حق محمد عثمان وحده هليها شلكم انتو والله يا ابوكم ين التحرون تو مخروف حاف يوم سعد قلت له من رطب وين قال ابوي من رطب سويحان حاف حرام ين ما اول لين اليوم ها تحرون تو مخروف ها شو ما شاء الله تبارك الرحمن ابدا شو السبب عاده انك حبيبي يوم بيجيك الرطب خلوه بصنيته ولا بسف ولا باي شيء كان شلوا اللي بياكلونه اغسلوه هاي الساعه حينه غسلوا كم من رطبة وغسلوه وكلوه، لكن هذاك الباجي ما يغسل يتم حاف على ما هو عليه والله ما اخترب هذا وحين اسبوع لا انغسلت انغسلته يخترب هي والله قلنا لهم بدال الودي هل لحد يغسله لحد يغسله الحاضر ممكن يعلم الغايب أبا كافي تأخير عندك سجلك كاف سنة أنت كافر هذا أنا كافر كنت كافر زحمة لا وجعبة شو أخرك هذا غسله بغسله شو أخرك صراحة اليوم؟ ما أصل ما قوم هنا وكذا. صراحة حرام مسكين. أخبارك صلاح؟ إيه. تأخير عندك اليوم؟ تأخير. ليش تأخرت اليوم؟ ما خذه ما ربى ليش خذه ما ممكن أنت؟ أنا تو كلمتني بدرية قالت هي البيت أنا ليش أنت من البيت لا بفروض هي عندي أنا وعقب سير عند بدرية. زين. ليش سير عند بدرية وحويت عندي وحين بتصير عند بدرية؟ ايوه بابا قوم يا بيي غير تشكيله اليوم ها اليوم غير الخط ليش هالنمو لا حلو بس ما استبح ما في ان شاء الله ما تشب القهوه بتشب على عمرك وش قال بس يسبح ايوه ما يسوى ولا شيء خلاص ما يسوى لا لا ما يبش حتى خلاص ما يصير يصلي لا عشان ها توزن شو انت يقول هذا الحين؟ هي سارت وداعة الله بنت احمد خديجه سارت الحين صراحه سارت خديجه الحين مكرم يخبط قالت ما زين لا الناس تعال شو المشكله؟ يدعوا لها من الحين الله يعودها سالم غانم شو المشكله يعني انت؟ مش انت على ابو ساير تاكل لا تخبر حد ساير تقبض بيزات لا تخبر حد جايت انك بيزات ما تخبر حد ايوه عذاب يحيى الحلاق لا تخبر حد عذاب يحيى ها عذاب كله بجسيه ادهم ايش دراني به انا اتصل به انت لا ما قلت من هاليوم الجمعه اي وقت الصلاه سيده ونصير نصلي ونرد ونتغدى اليوم بعد بنصير نحن الخزنه الخزنه ولا الساد اظني الساد صلاح بنصير الساد نحن اليوم شو عاد ما مشكله عاد انت اليوم اي الاحد ما بحب باكر شوف اي باكر تريح شو بعد وصل شو اسد الحين انتم من المطار ليش صرتوا عندكم بدري ليش من دبي ليش ما جيتوا سيده عندي سيده يجي والله ما صرتوا عندكم بدري
والله أيوة. سوري حبيبي ظلمت. انا خبر انت بابا بس خلي ما يسوي لا وصيع بعد الطريق. ها؟ لا راح عند بدري. هو قاعد كم كم هو يقول انا اريد غدا هناك. هي. بس انت ما يفهم كلام بعدين صلاح صيح داخل طريق انا اقول صلاح خلي بعدين. ايوه. شايفه من يوم بعدين زرع تليفون بابا ما نوال سام بدري. صلاح. 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 صلاح شين؟ وين تحينا منو قال لك انه ما يخبرونا اللي واد مساري الحي انه وين حريم ومال حريم ما ممنوع منو قال لك حرام انت الناس ما بحرام حبيبي ايه يعني هو تودى خديجه مطار دبي هو بيروح يجيبها يوم بيتي من الحي هو بيصير هو بيستقبلها لا شوف صراحه يوم بتسي يوم بتي خديجه من الحي يصير حط علم على السياره لا انا بجيب لك هذا من القوانين الاول من الموروث انه يحطون سيايير على سيايرهم اعلام وقت يجون الحجاج يوم تلقفوا لهم يتلقفون لين طريف اللي جايين من السلع منك تريون صبر صلاح صبر عينك شرق وعينك غرب عينك وصبر الحين انا رمس والبيوت اللي جايين هالي يتم ابوي كلهم يحطون اعلام كل بيت بنشر كل بيت بنشر كل بيت بنشر كل هالفرجان يوم طالعوا البيوت ولأن كلها نشور عرفوا النبوية هالبيت اللي في نشر جايين هلا من الحي ويوم الناس يجون طريق جبر تلقفوا لهم تلقفوا لهم أنت طريف تريون دون البرقة يوم جبلت سياير الحجاج أبدأ اللي كان بيقايلون ولا بيباتون ولا بيمسون ولا بيتوايهون وينشيشة البترول كملوا دارهم جدا اللي سائل الفجير واللي سائل العين اللي سائل أبوظبي اللي سائل الإمارات اللي من غير سبحان الله شعور جميل هي والله ها آه صلاح شو تقول ماشي هي بتي خديته بنا نسيل المطار وياك ولا بس انت انا بس انا بس يلا اهم شيء العلم شو الخارج وما يا عمي اهم شيء العلم بابا صبر انا عندي الاثنين ثلاثه يوم بعد في ماش بعدين ودي صلاح حبيبي 10 بعدين جيب شوف خيبه 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 الحين كلنا على هذا متغاني والله لا ياكل والله لا ياكل والله صلاح مسكين صلاح صلاح مسكين حليله متغاني يا خديجه تو عطنا في المطار 100 وحد عاطلنا مو كممزور يمي الا لا هاي شو قرطاسه ورق لوز هذا ورق لوز تليفون حبيبي تليفون انت في اول كلام وين خبر 40 تليفون ساعه ترن اليدين ترن حد من الناس الخاصين دابنا كلام كلام عادي حبيبي عادي انت كلام ماشي الحال الحمد لله شحالك انت بدك تبي لا شكون ده وين انت وين انا داخل ابو ظبي انت وين دابي انت دخل ابو ظبي ايه زين اسمع بصراحه خديجه وين انا حابه فاضي نعال جيب إيه سويت حق انا التليفون سعوديه بابا سعوديه اوكي سارت مكه سارت الحج لا تقاطع زين تفضل تفضل عفوا تفضل ان شاء الله سوري سوري تفضل معاليك تفضل تفضل بدي تبي ايه بيت شكرا عمي خالد ها حبيبي السلام عليكم ايش حالك حبيبي هلا امي اقول لك عمو خديجه قلت لي الصبح عشان شي اسال وين عمو خديجه مريم هلا عمك خديجه سعر الحي متصله تسلم عليك هي حبيبتي فتيتك هي وصلاح ما بيعايز الا انا داقت التليفون يبا تصير من غير ما تسلم على حد والله
من المعروف ان اللي بيسافر ومن الارث ما ادري حلال ولا حرام او قانون ما ادري، لكن من المتعارف عليه اللي بيصير الحين يستسمح من العرب ويسلم عليهم سامحوني وحلوني وبروني. هذا كلام احنا نقوله يعني، هل ان هذا موجود عند العرب كه ولا بس عندنا نحن؟ لكن نحن من الموروث ان اللاتمي قبل ما يصير الحي يتسامح من الوادم ويديه كان حد يطالب بيزات والاشياء يستسمح منه ويأجل طلب اللي يعني من هالقبيل. خبر انا اوكي ان شاء الله. اوكي زين، تفضل. اللوادم كلها ترمس وياهم زين، لا انا تنبحني. الله اكبر عليك. شو تباه انت؟ عمي ليش ما بتي؟ ما أنت لا ما ليش أنا ما كلام أنت ما يريد بعد ما يريد. صلاح ما يزعل. أتحر العيد. وتعذر ما غني حق العيد. قلت العيد وين؟ قلنا تروح حق لك حقي أنا غني 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 حقي أنا غني بغني غنية. شو خصك تبينا؟ أتحر العيد أكثر مطفى. طيب. يعلك يعلك تستاهل. مات 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 يلا عطمية رابة يبي الدرهم ولا بزعل عليك يب 500 بس يلا يب 500 خلي بيصير توكل على يلا مع السلامة صليح حرني عاد قبل ما تصير ايمان مجامل حب عاد عبد الرحمن لا 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 تعال بيصير يسلم على ام محمد انا بشرقنا خليه الكاميرا تصير منك لان هناك الحريم من حنا انت وين انت بابا قم عاد وياه قم سلم عليه بيصير ما عليك ما بيسوي لك شيء سلم عليه صلاح قم سير قرب الله تكسرت واحترت تقبل الله منا ومك صالح الاعمال المهم رفع النعال اشوفها من النعال ليش؟ النعال هديه لي خاصه شوفوا النعال هذه تو سعيد ولدي يساله يقول له صد حد سرق نعال في المسيد ولا غلط بها ولا شيء قال من ربي خلقني لين اليوم بحياتي لا شر انسرقت عني نعال ولا باعت ولا حتى اللي افنشها ما حد يباها شو السبب؟ ما حد قياسر يقوله ما حد قياسر عام النوادر اي والله سبحان الله كيف حالك؟ تقبل الله يا حنين. حنين منو؟ وجودك. أما عارف هاي الكلمة صح غلط ما هي كلام. شوف أنت. والله الدنيا لاقت راحة. إيه والله. ما بوايد 33. ما وايد أصبر. 34 35 عنبو 6 عنبو. هذه بوثارة درجة الحرارة 45. شوف أنت. هناك مكتوب 33 ما ادري شو ماله. ما رايين نمشي. اي والله الدنيا توحي ما شاء الله. سبحانك يا رب. صلي. اي اللي عندهم لوز، هل باللوز؟ هل باللوز؟ تقول لوز كلام البيرق البحياي قلنا اللي عنده لوز ويبي غدي لوزه بخير وسهل يسقي بي في اليوم على الاقل 3 مرات. 30 مرة. ثلاث مرات سقاي اللوز كل يوم. بس جي بسم الله سيارة ما فيها لا غير ولا شيء بسم الله أنا أبوه مصروق سامانها بينها بسم الله وين جاي مضارب بني عبس السلام عليكم وبركاته يا مرحبا ابو عثمان كم يا هالرجال على هواك عاد على تسيدي وتبي تاخذ حبه قهوه يا مرحبا ابو عثمان قد مورنج يا ابو عثمان يا قد مورنج ارباب كبير انت مرحبا قد ايفنينج انا زعيم اشقاء تقويه العلاقات بين البلدين ملك ان شاء الله شيخنا كيف حالك انت مرحبا مطوع طيب عساكت دعيتي صليت ما شاء الله الحمد لله على النبي تقبل ان شاء الله منا مقصر ما شاء الله مبارك ان شاء الله علينا وعلى الامه الاسلاميه امين والمتابعين بعد بعد؟ اي لازم ويبلس منه لا على يساري هنا العدالي فاتك صلاح تو سوى اللي ما حد سوى روح كلي كبدي يا رجال
الله عندك تاخير مثل الصلاه حب الله الساعه ظهرت من البيت من الصلاه من المسجد جيت البيت مره والعيالي جاي مساكين يا يوم 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 محضر الشياطين فر الملائكه عشان اعتمالي قلت عند عمكم خالد السائر زين لا تتغدى اليوم لا عاد مفروض ما تقولهم بس انا سايره اتغدى عندكم خالد قول لهم سايره لاجل مصلحه ايه قلت لهم ايه ترى ما بيجيني لاجل سواد عيوني لازم اقول ولا بيحق الغداء لا اقول لك لازم غداء بوبليا لازم ايه خلانا وصار عنا إيه لكن انا كذا 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 قلت لهم السير الاصليه خلاص لا السير الاصليه ايه صوب الساد من ناحية ايه صوب دار الخلة نويت السبار اقول لك عشان بعد اللي اطف الجو بعدين الله يهتسلم ايوه يقول البارحة في الليل عنده وفي النار عنده ايوه ما اشوك ما اشوك اي والله وانت رابط رد البيت من ساعة ما اشوفه حتى لو ساعتين من الليل شو وراء تمام ما عندي دوام لا عندي لا دوام متقاعد مبسوط وسعيد وسيرتنا حلوة ضحك وسوالف وهبات ريح وأكل طيب وسهر طيب أهم شيء الصلاة أهم شيء تين وحدة بعد هي هب الله وحدها لك اليمل وما حمل ها تفضل انت بالعملية بالتين عشان ما تغدى ها بس اللي عنك لا خلي خلي احتى الرائف ها دميه كل السمك قفيت كل اغسله اغسله قبل ابي رمر شوفه في بالغ سال ها سال يا مرحبا يا مرحبا اي والله صليتوا انتم اهم شيء صلاه الجمعه نعم على النبي اي لان 10 ذي الحج الحين هذه لازم الحج يصلي حليلك الرغابه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله بسم الله قولوا ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما بنتو على المتابعين منا أقول لك خلق لي شو؟ خلق لي يفترس أبو عثمان أقول لك تو هناك تو في الخيمة الله أكبر المهم محمد ما بداكم بس التين هذا عليك بالعافية ما تبغى لي لا في دهون ولا في كسرور ولا نسوي لك الحمد فيل الحمد عيل فيل ولا عيل؟ فيل فيل يعني البيبي كاو عيل صغيروني بسوي لك الحيمة عيل صالونة اسم انك تتفرج ما بصالو ما بمرقة صالونة صالونة غليظة بخضرتها بليانها بدرعها بامورها كلها ما شاء الله زين وتتفرس اليوم ومسوين طال عمرك بيبي تشيكن دياي تندوري تندوري هي مخدوم البارحة محمد ريحته في الحوي كلها تدوي مدوبين دهنه جديد اليوم هذا الحين محمد الحين الناس صايمه هي يصومون 10 للحج وغيره زين نحن عندنا السكر وعندنا كسرور ها ها ان حبوبيه بن وياي ها مال السكر ها شو هاي هالكبير وين تعول فيك يا ابو عثمان تنتين صغار اول على ريج هي وحده مال الضغط وعقب القدع كلهن هاي اي وحده ما شاء الله اي والله شو الحمد لله ولا بنصوم الحمد لله المهم ان شاء الله برنامجنا طالت اعماركم حافل نحن سيرتنا الحين بنصير بنعيد السنه بسير الوقفه ورا عقب تاريخ 27 العيد متى 26 العيد الاربعاء نحن ونحب نصير طالت اعماركم الثلاثه انا وعبد الرحمن انت ثلاثه برد طالت اعماركم عقب بنسير لندن بنير سليل او اليوم 21 كم من هل 21 واليوم 21 7 بنسير عن طريق مطار دبي طيران الامارات سيرة لندن وسيرة مصر طريق طيران الاتحاد سكنتنا طارت عماركم في شتية مصر في فندق سانت ريجس بنجلس من تاريخ كم منهل الحق تاريخ كم في مصر من 27 لين 27 برد بنجلس كم من يوم وعقب ترى بنسير ثلاثة أيام ندوك محل فتين حل انزين خلاص بنسير لندن لندن بنسير الاتحاد بنسير مصر ولندن طيران الإمارات العودة هاي لندن بنسير طيران الإمارات بنجلس في لندن 16 يوم 16 ليلة 15 ليلة 16 يوم تاريخ 21 برد تاريخ بنسير 6 برد تاريخ 21 15 يوم سكنتنا بتكون في فندق دورتشستر اوتيل بنجلس هناك وبرد من الرد بنجلس 3 ايام عندنا سيره مفاجاه مده 4 ايام هاي بس أنا
انا وبنصير ويا مدير اعمال ويا رجال اعمال هناك في منطقه جميله ما جديده بحياتي. خبرونا ان نصير هناك وان شاء الله بيكون شيء جميل جميل للغايه. بحياتي ما صرت هاي البقعه. بس عاد عن اللعبه في القهوه، عن اللعبه في القهوه. انت وين تروم تشل القهوه؟ تدل كم اكبر انزين وعقب طال من الرد اذا الله جعلنا من الحين بتسوي السير اللي فيها محمد عثمان. اللي فيها المخضرم منو؟ مخضرم ابو عثمان. منو؟ المخضرم ابو عثمان. شكرا فنك. شو اسمه؟ قائد الاسطول السادس ابو عثمان. حي الله وكيلك. انا امركم ما دام الولد في المستشفى اقدر اشرب ولا اغرب. ان شاء الله لين هاك اليوم بتغدى. ان شاء الله بالشفاء العاجل. الله يشافيها ويعافيها. الله يشفيها ويعافيها. ان شاء الله انها بتغدي بخير وسهاله. نحن عندنا طري شهر 8. اي والله. اول 8 طالت اعماركم شيء سيره كبيره مشتركه الجروب كامل. بيكون اعضاء ابو عثمان ومنهل لا 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 تطري الحين بتره هو يبي حمال على اسطاح يبي يطر الجربه خبر بس حرف الباء لا 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 تطري لا تطري باكستان لا ايه باكستان شو نسوي حرف الباء بنغلاديش والفهم يفهم حد يطري الوني يبا يبا حد يطري باك ها شو هذا؟ حد عني من التغيير وين حسك؟ بسم الله حسك تيود؟ حد يطريك حد يطريك هذا يعطوني جزمه؟ عمل زاري ولا 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 جزمه؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم ميتات يقول سعد الخالدك ياكل هذا يكلمونك في الليل ايه أربع عنده أربعة مزاريع ورميثات متوحينه يقولون له تحين يوم بتصير عند خاله 24 ساعه تلايم عاد عاد صدقان بيني وبينه ناس تعارف وياهم من سنين انسابه هو رميتها يسوي تليفون منو بالله عليك محمد لا لا لان مخبرك عندك هو هاي انت ما برافي انت يوم صبرك هو هي رق الدله اقول لك اصبعك حصبعك شوي بالبنيان لا 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 والله معتقدات اقول كم لا اله الا الله انطلق الحس صدق لا اله اقول لك مره عينك في 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 الكوا اي والله شنو بحصل لي واحد ثاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شنو لا اله ذبحتني خالد قاتم عبد الله فيك عين ما صدق اي ما صدقت انا الا حينه تفضل تفضل بسم الله عليك الرحمن الرحيم الف لا باس هو انا اظلك انا شي خصني طب نرطب وحده انا ابويا جايين غدا تين احنا مكهوله لا لا محمد جايين غدا عطى عطى واحده لا تكسر هات هات انت هات اخ عطى عطى لا بخلي الجمهور جمهور تنقاله هذه هذه وحده لا لا وحده بس وحده بس ودوك كودوك لك هو تو شو يوم تو شركت عندها كي رطبك داخل غسول الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله اكبر هلل وكبر هلل وكبر عليكم التكبير هلل وكبر نعم لا اله الا الله الله اكبر هكذا الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد تصبح الصبح وتمسي لازم اي الحمد لله هذا حجر عظيم للحجه عليكم التكبير انتم بعد ما بدي اسامحهم وفاشل حلوجهم كلام حق منو هذا؟ قال عبد الرحمن سلام عليكم قال طوف ما يبغى غدا ما يبغى غدا ابو عثمان صايم 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 برايك ابو عثمان مع السلامه تريان غدا ونرجع خالدي اتغدى الله يسلمك تو تقول ما تبغى غدا؟ لا انا ابغى غدا شوف ابغى ابوي ها خسرت شو خسرت؟ شفت شفت من الزرات سافر الصف للحم وعيونه ما عيونه يوم تطلع خلك ذاتك خلك عيونه الله يسلم ها؟ مباريات يعني هي فقر مني انا؟ استغفر الله العظيم يلا 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 الغدا الغدا عندي الخير الحمد لله منو يقود الثاني انا بدعوا مالك
تطيح علي 18 مليون احيده اللي ما خسر في البورصه اللي ما خسر راح يكون مريض لا لا سوى لا سوى لا في الليل ولا سوى للشيء ولا غيره يا هكسا مع البورصه اللي يسمون هذه وشل البيزات واحيانا اكو حاجه البيت يعني عاوي عورني وعورني ما في مرض ابوكم مرض مرض البيزات اللي صار عنه ثلاثين محمد طول الدهر انت وياه ما وداك مكان؟ اي والله 30 مليون اي اقول بيع بس بيع انزين وخلاف تسافر وياك؟ ما انقل ها ما سافر ما صرت ويا اي مكان؟ لا لا حطها بالبنك تراه ويسدي لي ورقه ولعب ورقه ورقه اي ورقه ما تسرتوا اي زين خلي يسمع المهم محمد عثمان الحين شو انت تبي تسير حق لعب الورقه لو تبي سفرات وسيارات اي ايام اقول لك تبين تبين دبي هاي يسمون هذا في وديت دبي مول مول ما شفناه ما تتوداك حتى كلبه لا كلبه هذا ولا فجيره ما خلت بيا راس خيمه هي اخذت يوم واحد هاك وياي وردينا راس خيمه بيتيها براس خيمه زين بس اذكر هذا ما تهون عليه البيزه ما تهون لا اله الا الله بيزه الحين ولدي سمعت ولدي 30 مليون 30 ومن 30 كم تم من ابو احمد؟ ما ادري لا كم؟ 30 الف ما ماشي لا ماشي ماشي 500 ها؟ لا لا في ما اقول لك كل الطارق اي كل الطارق راح مسكين لا يسعد العرب لا اي ولا غيره ين الله يعافيك الله يشفيك يلا زين الغداء الغداء يلا برد غدا يلا برايك ها غدا طارق عماركم اليوم السلام. هذا تشيكن تندوري سواي طريقة جميلة وفنان رقم واحد هذا تشيكن تندوري مالنا زين وعيش أبيض كلكم تعرفونه العادي أما عاد هذه هي اللي فيها الفن هذه طارق عماركم صالونة ما بمرقة صالونة ما بمرق برايك برايك ما صبر ها بمرق لا صالونه صالونه خضره على الحمت عين طب خضرتها ودنياها شوفوا ما شاء الله شوف الحمام الحمت فيل هذا اليوم نحن بنوديكم جلال المزرعه اللي ناخذ نحن منها الحمت العين زين شوف الحمت العين شيء بيضه الحمت العين هذا من مزرعه اوركس اللي في الساد طارت عماركم ناخذ العيل بعيله ويقطعونه ونحطه الكل ويبه بويبته ان كان رمضان ولا رجب ولا شعبان لبيوت ابوي ما توبلت ذباح صغار ذبيحه ب 700 800 ما تسدك ويبه وحده لكن احنا ناخذ العيل العيل فيه 100 150 كيلو 200 كيلو شيء ساعات حتى 270 كيلو عيوله ما تعجبكم محمد تنبيض نكلم ابوي المزرعه يقطعونها صغار صغار يبون حتى المصران حتى الكرشه والكراعين لو حتى حتى تبقى القرون حتى الكراعين هم ظروف فان كل شيء تبقى بس اللي يلدن ما اطلبه ولا اخذ كل شيء بالعير ونقطع ونزبون ونحط ابوي في الفريزرات بغينا المفروم بغينا الريش بغينا الستيك كل اللي نباتي خدمنا وبين فتره وثانيه نطلب بين فتره اليوم عاد بنصير نصور لكم لضاحي الأضاحي إن شاء الله اليوم بنصوركم الأضاحي نحن نقول أبوي الضحايا نحن باللهجة الدارجة نقول الضحايا حد والله قالوا لا الضحايا هاي بيظهروا عن ثار الحروب والزلازل والبركان هاك يقولون ضحايا لكن العرب يقولوا أنه الأضحية حشان أبوي أضحياتي من يوم أنا إياها لين اليوم وقف ثلثين العمر ما تسمعت حد يقول في بيوت هاليتنا الأضحية ولا الأضاحي ضحايا وين وينكم هاللحم سوي لحم يبقى هي هاي هم لحم الضحايا هي لحم الضحايا ما بلحم الاضاحي هاي يمكن بداله من غير ولا الناس اللي يمكن انت ولا انا ابوي ما سمعت حيقول لحم الاضاحي يقولون لحم مسوين اليوم لحمكم غير وايد ما شاء الله مكودين لحم ايه ترى اليوم جايت لنا لحوم من شرق ومن غرب لحم وين قالوا والله لحم الاضاحي ضحينا العرب مطرشين لكم اللحم هي والله ناس النمور تسوي عاشي الحمد لله نعمة أنا أبوي ألطم ما تشوف عيني يلا عادة لا من الأول من الأول من الأول من الأول
الأول؟ هي نواتي راتران يحرمون يا حبيب الغرام ويجعلوا وصلك لقبرك حرام. بس أنا سلت هالغنى الخايس ما بيانا خزع وعثمان. ألو عندك أنا عندك ما عارفك شو تقول أنت وين سرت؟ عندك أنا وياك وين سرت؟ وياك أنا وياك الحين وياي لك وين سرت؟ أثار نسيد أنا مركز عند الوالدة. شو بلاها؟ أقول لك وتيفو قال تعبان وايد تعبانة لا حول لا قوة. إيه والله وقف السجين. إيه وعاد نزلوا تعرف العناية مركز نزلوها إن شاء الله ما عليها باس إن شاء الله يا أبو. إيه والله دحين تبغى طالعها وغيره ما في التليفون. الله يخفف عنها إن شاء الله إن الله يعافيها. آمين آمين. أقولك طال أنت تحصل يسور كذا والستين غير أني ومني. إيه شو شو أوصافه على الثور اللي تبغاه؟ أهون عندي ولا جرسي. إيه إيه قصير طويل شو؟ لا زي وتد أربعة الروحك. شو اكو شو الاوصاف الثور شو ليه تبغى محمد انا ما عارف. هولندي ولا جرسي؟ هولندي ولا جرسي؟ قصير طويل عوايب متين مدربح شو؟ لا زين وستين وضريب. هي وشو لا منتهض يعني ولا قصير لو شو؟ لا منتهض ما بين قصير كذي مندعل. هي منتهض هي في بطن لو شو؟ ترى محمد لازم على ذوقك انت للثورة انا ما بسير اشتري ثورة توهق بعقب. لا انت ما تعرف انت ريال وستي ما شاء الله ريال النجزمة دارب تعرف انت تعرفون بطال ابوي ما يطلع. اللون شو عاد محمد؟ اللون درسي ولا حمر ولا هولندي معروف الهولندي ترى. شو لون الهولندي؟ هم عمالك خلك انت جاي من المكرات هالمكرات سمعت اقول تعرف الدنيا كلها انا اعرف. الله اكبر عيال ما عندي بجير انت لي عندك البقر ما بقي ثور كذا واطي ولا شيء ريول طوال ريول طوال هي زين ريول ابي انك يا انك غزم هي عفان الله القزم ما حد يداني عفان الله ويه الغزم الغزم وقرب الله الغزم الغزم حد يداني يا ابو عثمان ما ادري شو عاد قصدك انت عاد ما ابغى شو القصد المشكله الحين ما شيء قصدي يا ابو عثمان يلا الله يحافظك ان شاء الله الله يحفظك ان شاء الله حافظ هذا شو اسمه عبد الرحمن يسلم عليك صد يا عاد تصد سلمت عليه انا قبل ان يطلع والله محمد بيغني لك اغنيه سلم ولو حتى بكف الاشارة ولو حتى بكف الاشارة اغنيه غن عاد ما 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 حقوش تنازع دوني يلا غنها محمد اقول لك اسمعها بيغني لك بعبد صد ياي يلا غن عاد ابو راشد هنا قدام يلا يلا غن له ابو عثمان سلم ولو حتى بكف الاشارة يا من على قلبي ولد الأمارة انا عبدنا مملوك لك وانت سلطان يقول حب شاهي ورمان يا ابو كمال شاهي ورمان في وين يا ابو محمد في وين يا ابو محمد في مزرعة أوركس والعالم ابوي شل ما تشل شل ما تشل ما حد ابو جاي يطمش جب ورتب حمل ما تحمل مرحبا ولد العم حمل ما تحمل ما شاء الله تبارك الرحمن حد يطعم وحد يحمل وحد يودي وحد ييب وحد يحجز وعلى ما تشوفون ما في الحاضر مدح الكم عين انتظر مزرعة أوركس اللي في الساد الناس كلها تعرف أتعامل وياهم أكثر من 6 سنوات 6 وهاي 7 لكن ما شاء الله عندهم من الأضاحي والعيولة والحيران والثيران والتيوسة أما تمزر العين وتزيد يطفح شو هاي سمعتوا بهالفخاره هاي اوبن 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 ها هاي الفخاره طالت عماركم كان حد يطهر الله ما خان الا ريحته الذره السح العومه المنتوسه القطاع اللومي البرتقال فخاره كامله كان حد بحياتكم شفتوا يطعم فخاره وهي مزرعه
للإنتاج هذه هذه الفخارة طالت حماركم، يخلطونها طالت حماركم وياها يحطونها هني ويظهرها ومزروب يواني ويدروب على الحلال كامل. ها على ما تشوفون ما يبال مدح، ما في الحابة مدحة. شوف الخبز مودن 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 وحاطين عليه ابوي السح وحاطين عليه الدنيا. ها يا سلام سلم، وريحته خنينة خنينة خنينة، ما خلنا الا ريحة الفخارة. عاد العرب اللي فيها خير هي اللي تعرف الفخارة، البيوت الكبار وهالبجير اللي من استوت الدنيا في الخير والحلال يعرفون شو هي الفخارة وشو تأثيرها على الحلال، شو تأثيرها على الحلال وشو تأثيرها على اللبن وعلى اللحم. فرق السمع عن الأرض بين اللي يطعمون فخارة واللي ما يطعمون فخارة. فخارة مجموعة كبيرة مكونات البروتين أهم ما يكون. شوفوا عايفاتنا الأكل، ها عايفاتنا، شوف اللوادم هناك، حمل ما تحمل يا لبيس يا ود أبوك عن أخوك. ما شاء الله تبارك الرحمن، عمية عينك يا حسود ما شاء الله. الجت تبوية يحففونه ويبسونه من يكثر، ايه من يكثر حففوه ويبسوه واطعموه هنيه. هاي الحين طالت اعماركم كل للثلاجة. هذا انا نصيحتي للي يبى الحب، للي يبى الحوم ابوي للثلاجات، هذا هو اللحم طالت اعماركم ابدا. انا اليوم اتغدي منهن والله العظيم يا جماعة الخير، يا اليوم اللحم يا شيء من رجب، شيء من رجب وشيء من شعبان وشيء من رمضان. من رمضان وياي انا يا ما ذبحت العيل، العيل ما ذبحناه من رجب وشعبان ورمضان، تلايا لحم لك الفريزرات مزرة الله مالك الحمد. وكل من هاللحم الطيب، لحم طيب مسج تحرها حيب، والعيل طالت عماركم خدته صغير ولا المهم اقل عن سنه. انا العيول اللي اخذهن طالت عماركم كلهن اقل عن سنه، اقل عن سنة. الناس ترغب في اللحم الحمراء والسوداء. انا ابوي ما احب طالت عماركم اني نتنقى او في التليفون صوروا لنا تنقينا رقمه خذناه وزنوه اعطونا سعره حولنا لهم فلوسه او حجزناه بعربون او شيء من هالقبيل. يقطعون لك اياه شو تبى يسوونه. بغيت ما انا شيء من العيوب في رمضان اطلب طلبيات عيل كامل يجي مفروم، يظهرون لي عظمه، العظم والكبد والكله والمعلاق هذا يظهروا يعزلون روحه، حتى الراس يصلخونه والعظام يقطعونهن على هالكبير، العظام على كبر الكف يقطعونهن من عقب ما يحسرون. تعزل ترى تبى لحم ريج وتبى عظم ويا لحم وتبى عظم لحم خالي. وشي ساعات انا مثلا اطلب عظم ويا لحم واللحم المفروم اخذ حتى العظام عنه ويقطعونه ونكبس عليه نطبخه في الضغط ويغدي العيش التحراه مصقول ذهب، يغدي لونه ذهبي العيش من شخ ومخ العظم مع العيد. أهم ما يكون هذه وصاه والحصاة وصاه. ما أقولكم إلا أنكم أنتم اللي يوم بيجيكم اللحم ممنوع يغسل، ممنوع لأنه يجيكم هو محفف عنه الدم ومقرطس حب من العوائل. والله يقولون لا نغسله ونحطه في الفريزر، لا اللحم لا السمش لا الدياي ما يغسل أبدا. وتنحط الويب بويبته، ما تروم تحط قراطيس قرطاسة فيها 10 كيلو وتظهر خلاف من الثلج وتاخذ اللي تباه وترد الثلج مره ثانيه. تسمم ريج ما يبال كلام، تسمم ريج. تويبون الويب بويبته بكيلو بكيلو وين بثلاث باربع. انا نصيحتي كل كيلو وين ينحطن ضربه في قرطاس اي مشوي، يخلط العظم ويا اللحم، ما يخلطون ما يحطون بس اللحم خالي، يخلط العظم ويا اللحم. لك اللي بيسوى مفروم عطوني عظمه ويقطعون لك اياه على كبر الكف حق الشوربه حق الكراعيب. تسوون شوربة ريج خالية وتسوون حب دقداق من الحبوب ومن حب الهريس من حب اليريش من اللي كان وقت الصوار تغاي غادي شيء وايد زين زين وطعمه لذيذ وفنان وصحي. ماشي شراس شوربة العظام. المهم طالت عماركم خبر وياكم، اللحم ما يتدخل في الثلاجة يظهر مرة ثانية. اللحم من يتقرطس ودخل الفريزر ان اظهرت تظهر خلاص ما ترد مرة ثانية بس خلاص. لذلك اللي بيحط الويبه كل ويبه بويبته، وانا افضل كيل كيلو وين في قرطاس ينحط في الفريزر. تستعمل اللي تستعمله ولكن ما ترده ثانيه خلاص. اللي تظهر من اللحم من الفريزر ما يراد مره ثانيه، يسوي تسمم في الامعاء. تازم تضربكم طرقه صبح ومساء ما
هان علي ما صبره هذا هالأشقر أشقر على أشقر هذا هو يوم يقولون الأشقر يطلون هذا لكن شو ستيفاته لحم مدعو سيه شارلي سمعتوه شارلي هذا شارلي شوفوا ما بياي بطنه من هدل تحت لا شوفوا فوق شوف الظهر شو قاعد متوازي طالعوا الورج عاد انتو الورج من دعس دعاس من دعس دعاس من الحوم اللي فيه هذا على ما تشوفه ما في الحاضر مدح كل واحد منهم هاي كلهم اقل عن سنه كلهم ما واحد فيهم كم ملحول وهاي كلها اللي مناك اقل عن ست شهور واربعه وخمسه وانت ساير ان بغيت ولد شهرين موجود ولد 40 يوم موجود ولد شهر موجود على هواك اللي تبا كل شيء موجود هذا الحين انا اراويكم غيظ من فيض هذا يوم يقولون غيظ من فيض هذا هو الغيظ من فيض هبله شكل وطعم والحمه بيضه يالد ما تيك الحمه مخاقه انا يعيبني العيل من فوق الثلاث اشهر انا ما داني العيل الفقاصه صغيروني انا ناس غير ما يدانون الا صغير مره الرضيع اللي توه يرضع انا ما داني حتى الهوش في الهوش الرضيع مره صغيروني وعشرة ايام ما داني اداني من يبتدي يقرم الذبيح من تبتدي تقرم انا غرامي فلذلك انا احب طالع انا حتى العيل العيوله اخذ حتى سنامهن حتى ذيولتنا خلي يقطعونهن هن والكراعين يطرشون لي ايام قطع ومقرطس وزاهه ومنظف وفرزنه وكل ويبه ويبته فوق عن الزين لحمه العيل الله جعل فيها بركه وعندهم الحيران اللي يسوى النوم العيل تقريبا بالخمس اشهر عمارهن هالعيوله وهي ثلاث شهور شيء منهن عاد مليون زرب وزرب وشيء بعد منك الطرف هذاك امهات شهرين امهات شهر امهات 20 يوم ها والدنيا مطرجه ترابضات مش شبعه ما تربض الدابشه الا مش شبعه شبعانها تربض تعافي لك اللي يزيد عنها خلاص شبعانه خلاص انتزر بطنها بعشو تبه بطره هو يصور الاضاحي لكن ما بهاين علي اودرها العيوله هاي اللي تشوفون كلها الصوماليات هاي عالفون هنا حين أكثر من 3 إلى 4 أشهر لكن الحمتن اختلفت 180 درجة اختلفت شو السبب؟ الطعام ترى الطعام يا جماعة الخير يفرق بالأخص الفخارة الطعام يوم في فخارة يا سلام سلم يا سلام سلم ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا شو شبعانات الشبع وما تعمل وهناك هاشو الحيران حيران ابوي رقم واحد ها كل واحد شوف سنامه اكبره الثلاجه يوم بيك ضيف لانك انت ابوي عندك الشيء اللي يسد ويملي العين دار على الصينيه ولانه شيء فنان شوف ما شاء الله شوف الشحم شوف السمن شوف اللحوم شوف العيل يوم يطالعون طالت اعماركم طالعوا العون وروكه يوم طالع يطالعون ورش العيل طالعوا يوم يشوفونه شي متقابض مرتص ها عرفوا ان هذا عيل سمين ما يطالعون بطنه اللي في بطن عود ومن دعل تحت هذا ابوي مره ما يتشاهد رقم زيرو يطالعون العيل طالت عماركم لقهم ليه منتهض ليه وروجه متراصات هذا اللي فيه اللحم لكن اللي بطنه من هدل هذا ماء من الخرس قيس الا وزن تعال يا 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 يلا 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 شوفوا الدنبله شوفوا الجفون هاي طالت عماركم الاضاحي هذا درس وهذا الدرس الثاني هاي دروس هاي زروب زرب كامل ها كلهن اسمان تبارك الرحمن ما شاء الله ها شوفوا كاملات وافيات كلهم وافيات شوف ما شاء الله شوف الجفن شوف ايش قاعد يتمخمخ يا سلام الله أمر عاشق وحبك يا بدر باع الخبر واصبح في كل سكة يمر هواك خلاني عاف خلاني الله أكبر يا سلام بس بدرهم تعال ياي يبي هالعود هذا مقرن يا سلام الله وين ساير ايه قر ما شاء الله تبارك الرحمن شو ما شاء الله شفت شو الجفون شو قام متوازيات ما
متوازيات غادي الواحد بينفجر بينطر من الشحم من الشحم هذا غرب الله ما اقول عنك شيء، هذا ياكل اكلهم كلهم. اما هذا يا سلام يا هاي يقول لك يطالعك بعين الوغاده، هذا الله اكبر عليك. ايه سلام، شوفوا ما شاء الله متلاجي الكفل بالرقبه، طيب ما شاء الله وافيات كاملات مره غايه المتبني. الخرفان الخروف طالت عماركم 6 شهور، من يكمل 6 شهور غايه المتبني، ها كلهم متعديات الستة. شوف السمن ما شاء الله ما عليهن صوف تحرهن حينه، هاي بصوف فن، لا ها كل ميزوزات كلهم ميزوزات، طالعوا ما في غش ولا سر وتعال لا ولا رنق من بعيد لبعيد، ها كلهم ميزوزات ما يحتاج تبدأ تحط يديك، هذا ما في الحاضر مدهن ما شاء الله تبارك. أغلبهن أكثر عن 90% كلهن بوية ضحايا، هاي الأضاحي كلهن زاهبات. الخروف 6 شهور والهوش لازم سنة، التيس لازم يكون مكمل حول، المعزة حول كامل، أما الخروف 6 شهور والبقر 2 سنين وانت فوق، العيوله لازم يكون وصل ثور، ما يستوي عيل لا لازم ثور، ثور 2 سنين وما فوق، هي ما بعيل لا 2 سنين موجودات عندهم، موجودات ثيران وايدات، احنا بصور لكم الثيران هب هذاك فوق، ما اقول عنك شيء زين. والبيشان الابل 5 سنين وانت ساير، لكن اللي عندهم حيران للثلاجه للضيوف الضيفان، اما الخرفان ها لكم عين تنظر. دؤي هلا محمد، يلا غرد. عندنا خدمات الذبح والتقطيع والتوصيل، نعم حي او مذبوح، ايه او استلام المزرعه حي، تجهز ضحيتك تخليها عندنا لين العيد، استلمها إيه؟ اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم زين حسب طلبك، نعم. وبعد فقط ذبح التقطيع ايه او التوصيل حي ايه، حجز الاضاحي ها آه. واستلامه من المزرعه. كم وايدين يقولون يوم فتره الاعياد يستوي تاخير عندكم؟ في تاخير شو التوصيل؟ نعم ليش؟ ضغط، ما بتلحق كميه الناس ما شاء الله، فبكون في ضغط على التوصيل او على التوصيل المذبوح إيه؟ للمسالخ، مسالخ بلديه ذبحنا، ايوه المسالخ البلديه ازمه، والتقطيع واللحم اللي يبون، شو من اللحم تقطعون؟ تقطيع ثلاجه، تقطيع كيلو، تقطيع برياني، تقطيع تنور، تقطيع الفخذ كامل، كل التقطيع متوفر. يعني تسلم. الله نسيت اسمك؟ لؤي. لؤي وبيك شو اسمه؟ امجد. لؤي هذا لؤي ولد منو؟ ابن امجد. لا ويدك؟ عبد الفتاح. لؤي امجد عبد الفتاح، وابو يدك شو اسمه؟ ابو جدي؟ والله ما ادري. قول والله يا الفضيحة. طب الكبيلة؟ البسيوني. البسيوني والله والنعم يا البسيوني. الله يحييك. إيه اسمعني يا البسيوني، هذا ابوي للتأكيد وللشفافية، تأخير يستوي التأخير، لذلك خليته هو روح يرمسكم. نعم انت الحين هنا شو قابط شغلة؟ تسويق في المبيعات. نعم في التسويق ابوي. هاي مزرعة من كم سنة حين الحين عندكم؟ أكثر من 6 سنين، 5 لو 6 سنين الحين عندهم، عيولتنا وثامان ولا كل من عندهم، لكن شوية عيبهم وقت الزحمة يستوي تأخير بس. كل مكان أبو محمد. شوف أنت. كثر الضغط والتلفونات والاتصالات وتلب الناس. حيكون في. واللي يبقى أي حجز هني أخيار ولا شو؟ ما في مشكلة، هي تبى تيجي تحجز هني تستلم ضحيتك أخيار. متوفر هي أي وقت تبغاه بالعيد. زين شوف. أول يوم. شوف ما زينها. شوفوا ما زين هم قرنات، لا قرن مكسور، لا ضرس طايح، لا حد يطلع منهن، لا حد عري، كلهن صاحي، لا عور، لا عوي، كلهن صاحيات. ها ها الو ها ايوه يا سلام، الحلو لابس البوشيه، مروله سلم علي، مروله سلم علي، يقول لك ما الحلو لابس البوشيه، مروله سلم علي، مروله سلم علي، يحلفون لك انت ان الحلو لابس البوشيه، مروله سلم علي، مروله سلم علي، والحلو لا هذا انا ضربه مشاكيك ابوي وي على الميزان وزني 26 كيلو وهابوي اللي ياخذونها يسوونها شوف شو عندهم مزاد بعد اليوم
بهات شو اسمه متل مزاد اليوم بعد العشاء كل يوم بعد العشاء والله ليله الوقفه كل يوم كل يوم تعالوا خذ ما تحمل ما تحمل على الانستغرام والله والانستغرام وين من هل حط لهم اياه الحين يلا بليز انا جاي يرويكم شيخ الثيران شوفوا هذا لينش هذا شيخ الثيران هي بثور عادي هذا رئيس عام هيئه شؤون الثيران هذا شيخ الثيران هل اللي تشوفونهن هذا شيخهن لكن شوفوا 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 السمن شوفوا السمن شوفوا السمن اما هذا عادي طالعني بعين وغاده يقول هذا لا يلابس الكندوره الحليبيه اما ظهر هالدقيقه ليه امر ويشلونه بويب عربانه هذا حين حيروح اقرا افكارك انا اقراهن افكارك انا افكارك اقراهن ما يحتاج تتكلم ابدا افكارك اعرفها زين ما زين واعرف شو يقول في راسك من نظرك هاي الحاده هذه الله اكبر غرق اللهتك هل هذا اوه يا سلام شقران ها كلهن على فكره بتاعن ها كلهن مبتاعات هاي ثيران كملات حولين كلهن مكملات حولين وما فوق ما شاء الله تبارك الرحمن ايه ثيران ولايتيات شوفوا رقبته هذا رقبته يا ابوك روح تسد لها الطايفه شوفوا اقول لكم السمن ها متوازيات اي هاي هذاك اي كيو راعيه مسمن الميوال مسماي اسمه الميوال وهو الميوال ها ايه صول ميول في حلبات المناطح ايه روحي توني سميته الميوال شوف السمن والله الساعه يابا تنحط السكين ما بيمتحنون بهاللحم يسد ابوي بلاد عند عرس كامل يقص هذا يسد طايفه من هالبارد الماء بارد نظيف ها يا غير التحرى فلي سبحان الله فلي التحرى بارد طالع طعامها يزيد عنها كيف ما بيسمنن ونص وانت لس الا جلب عيونك زين بخطاحه الشمس وعد شوف ليش النظاره لا خلاص ما بفسخها لين الليل ليش بس ما بفسخها عينك ميزانك اتي وروحك تتفرج اتي وروحك تتفرج ما شاء الله عينك سلطان السلام عليكم لبيت حاي سلطان هاي السيارة يقولون انتم مسوين عليها سحب اللي مشتريات شو اللي فوق ال 1000 درهم هي داخل عليها كبون السحب ان شاء الله متى الاعلان يوم الدوام التنمية الاقتصادية 1 و2 الشهر وانا وين بكون ان شاء الله تكون الله اعلم انت لازم يجيني الخبر ان شاء الله هي حق نعلن عن منو عن الفايز وكم الكوبونات حق نحط ما بينهن اسم الفايز منو اللي بيربح في حال وافق انه يعلن عن اسمه بعد اي نعم انا اخترت 2 من العيوله شو اسمهن هاي الفصيله شارولي هي 2 شقر هاي لك شوي كبار في السن لكن هن زينات عيبني ثانك يو هاي الدكتوره هي الموجوده هنا عندهم هاي للفحص وللدنيا الامور كلها هذه هي اهم وحده في المزرعه كم موظف في دمك سلطان عندكم وايدين شيا وصار يمكن فوق هذاك اليوم احسبهم فوق 79 واحد هذا يبقى صوره مع المخضرم لا وقف عاد سيده وقف سيده عداله انت وقف انا ما شاء الله عليكم لا كل شيء فيكم زين ما شاء الله ثانك يو دكتوره الله يحفظكم ان شاء الله هاو ار يو دكتوره هاي دكتوره اي نيد ذا تو cow, baby cow, to Charlie. Okay. I need 60 or 80 kg لحم مفروم. Okay. 80 كيلو. مفروم. 80 كيلو لحم مفروم. Okay. Each 50, each half kilo in one packet. Packet. Yes. Okay. Okay. And for okay. For biryani. Okay. Biryani. Small pieces. Okay. I don't need big size. Big size. Each 1 kilo in one bag. Done. Small pieces. Done. Like this. Okay.
بون مع ميت. اوكي بيت بون، بيت بون، ميت بون. ميت بون. ثانك يو. ثانك يو. ظاهر طالت عمارتكم من الشغل اللي كنت انا فيه. حر وهيه. لكن والله يوم طالت التليفون حاط انه سايلنت، انا وقت الاعلان حط تليفوناتي سايلنت. لان لك تليفون جايني. والله خبر مزعج، لكن مضطر اني اخبركم انا. محمد عثمان والد توفت. اكيد خبر محزن. والله يغفر لها بنت عيد ويرحمها ويجعل مثواها الجنة، يجعل قبرها روضا من رياض الجنة يا رب العالمين، ويصبر إن شاء الله عيالها وبناتها وأنسابها ومحبينها وقبيلة الزعاب الكرام الأفراد بنت عيد. اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. فلذلك إن شاء الله بكرة ما راح يكون عندنا سناب، وإن شاء الله راح نوافيكم بالمسجدات ولا بكرة أول الله.